انا جيت من بولونيا تما الجايه تاع المغرب كاين غير انا وصاحبي اللي ساكنين تما وجيت هنا باش نشجع المغرب من البؤره يعني من 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 من, من ارض العدو اللي هو اسبانيا والحمد لله ان شاء الله الفوز قدمنا واحد الاداء جيد طيب ونتمنى الفوز للمنتخب المغربي وتشكركم على لا لا والله العظيم لا التنظيم تنظيم تنظيم رائع اقسم بالله ما كاينش هذاك الشيء في بولونيا وشكرا لكم. السلام عليكم هشام من رباط. حنا جينا من رباط باش نشجعوا المنتخب في الحق تنظيم رائع في المستوى تبارك الله عليكم. حنا فرحانين بزاف هاد التنظيم ما كاينش حتى في الرباط وفي المغرب ما كاينش بحال هاد التنظيم والجمهور الزوار حتى هما تيشجعوا المنتخب الوطني. حنا فرحانين في الاجواء الاسبانيه في عقر دار الاسبان كنحتفلوا على راحتنا كاين السلم وكاين الامان وكاين الفرحه ديال الناس اللي فرحانين بالمغرب وكاين اغاني زوينه وكاين واحد لومبيونس زوينه. حنا كنشكركم بزاف على هذا التنظيم. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. كيفاش عشتوا هذا الماتش دابا راه داروا 0-0 باش يكملوا باصوات اضافيه كيفاش عشتوه دابا كيفاش راكم الاحساس ديالنا هو انه في الشوط الاول والثاني كان الماتش متكافئ كانت فرص الاسبان اكثر هما عندهم ميليو تيرام مزيان ولكن حتى حنا عندنا مباغتات من الهجوم. انا كنتوقع بانه غيمشي ان شاء الله الاشواط الاضافيه وغادي يفوز المنتخب الوطني ان شاء الله. انا نتمنى تنظن بان نرجعوا لضربات الجزاء وغادي يكون فوز المنتخب الوطني ديما مروك وغتكون فرحه كبيره. شي ميساج للمغاربه اللي في المغرب ديما نتعايشوا ديما نتعايشوا مع الملك الله الوطن الملك دائما الله الوطن الملك. شكرا جيتوا عندنا هنا اسبانيا باش تحتفلوا باش تحضروا الماتش ديال المغرب مع اسبانيا وكنشكركم. ما كانش نقدر نتفرج مع صاحبي لان كاين غير جوج حنا في بولونيا. شكرا لكم على التنظيم. شكرا ديما المغرب. Hemos pasado para la final y vamos a la Copa.
الاحساس ديالي كبير بزاف، فرحه لا توصف يعني، باش اننا ندوزو للدور التاسع ان شاء الله. وحنا كمغاربه جاليه مغربيه فرحنا المنتخب ديالنا المغربي، وان شاء الله علاش لا ما نديوش كاس العالم. وعرفتي انا ما بقيتش عارفه اش نقول، ما كنتش متصوره يعني، كنت كنقول بان غتكون واحد المباراه يعني حاسمه بزاف وقويه، وما شعور لا يوصف بالربح. وانا جد فرحانه بزاف، وكنتمنى ان شاء الله اليوم. الفرحة كانت تبارك الله زوينة، كنا فرحانين، كملت الفرحة ديالنا بالرباح، والحمد لله كما كتشوفوا هانتوما هذه مدة ما شفناش بحال هذه الأجواء، هذه العشوة الجالية. ونتمنى إن شاء الله الماتش الجاي وطن البرتغال يكون عاوتاني اللقاء ديالنا، لما لا. بارك الله عليكم، شكرا. السلام عليكم، كان غلاني تنهار نوزدان فاج بارتيزون المغرب من فحات الطاس ربدا يا فان غاجدي فحات الطاس ونفرح بشنو فرحتها. لا بلا كنغلي اسبانيا، نبا اسبانيا نتعيش اسبانيا، ولكن الام والتبديل. عاش المغرب، عاش المغرب، عاش المغرب. احنا اليوم جد فرحانين ما تصورش الاسود جابوها، والحمد لله المكانه ديالنا عاليه وهذه القديمه عاليه. الف مبروك، الف مبروك على الشعب المغربي وعلى المنتخب وعلى المغرب كامل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رائع اخويا. الله يودي الله يودي الله يودي. لا مشي لهز امراه بالله. صحة. مبروك علينا وعليكم. ربحنا 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 الحمد لله. ربي عمره ما كيخسرنا، احنا مسلمين وربي عمره ما كيخسرنا. الحمد لله الحمد لله. عندي كاس العالم، عندي وحنا المغرب ضروري ديما اطلس ان شاء الله. ديما مغرب، ديما مغرب، ديما سلامة، ديما مغرب. شويه عليكم عندكم. الله الله الله. السلام عليكم. الله يقول فضيل حماق حماق حماق. تبارك الله عليكم. بيبا المغرب، بيبا الحمد لله. المغرب جات لي مزيان بزاف، فرحانين الحمد لله. عندي كاس العالم. ايه مغرب، مغرب يا بنت المغرب. فرحانين لعيبة المنتخب دارينا من روحو، ديما المغرب في الاسبان في المغرب وفي العالم. الحمد لله يا ربي يعاوني. سلامة. السلام عليكم، معكم مجموعة نعيم برشلونة، كنمثلوا الجالية المغربية في برشلونة. الحمد لله بالدور ديالنا حنا اليوم كنا هنايا كنشجعوا المنتخب الوطني. الحمد لله فرحونا بزاف ودازوا تبارك الله عليهم، وشكرا للاعبين، شكرا كل شيء، وكنشكروا الناس اللي صاروا على هذا الشيء، منهم نعومي ايفنت، وتبارك الله عليكم، وان شاء الله نوصلوا للنهاية. وشكرا لالا مولاتي تبارك الله عليكم، ومعكم جروب نعيم من برشلونة. احنا يا كمجموعه ديال فولكلور مغربي في برشلونة سميتنا جروبو نعيم. نمرة التليفون ديالنا هو 602-167-545. مرحبا بكم، عندنا انستغرام اللي هو جروبو نعيم دقة مراكشية برشلونة. كنقول لكم مرحبا بكم، وحنا راه الإشارة ديالكم. وشكرا تي في لالا مولاتي تبارك الله عليكم. شكرا بزاف للمنتخب ديالنا، وحنا فرحانين بهذا الاداء اللي دار لينا، وشرفنا بزاف وحنا فرحانين. والله يخلي لينا بلادنا ويخلي لينا ملكنا، وكنهديو هذا الربح لكاع المغاربه خارج وداخل الوطن، وهذه في خاطر اللي قالوا غنرجعوا من الماتش الاول. شكرا بزاف. السلام عليكم ورحمه الله. التبغير ديال الفوز هذا للجمهور المغربي اللي داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر اللعابه على القتاليه والنديه اللي لعبوا بها، وتحيه للجمهور المغربي عامه، وفرحونا والدراري كانوا رجال وفي المستوى، باش تقاتل 60 دقيقه بداك القتاليه، والا وخاصك تكون في المستوى الكبير. وشكرا للجميع، وتنفديه الفوز جلاله الملك والجمهور المغربي. وشكرا عمر عمر عمر
طلع طلع المارويكوس موي بونيتو الكيبو الفينال الفينال دي مارويكوس الكوبا دي الموندو دي مارويكوس والمغرب والمغرب بيبا المغرب وديما مغرب ديما مغرب فرحانين بزاف فرحانين واللعب لعبوا مزيان بيبا المنتخب وعاش محمد الملك السادس عندنا المغرب احسن كيبو في العالم كنفتخر بوالد الركراكي وبالفرقه الوطنيه اللي عندنا دابا منساجمه بزاف وكنفرحوا بهذه الفرحه هذه الفرحه هذا كنعزيوها المغاربه كاملين وكنتمناو نوصلوا نلعبوا النهائي ان شاء الله البرازيل ولا فرنسا ما كيخلعنا حتى واحد والصور المغاربه شكرا تحيه للمغرب ديما فيفا المغرب بصح فين غادي تمشيو دابا تمشيو تحيحوا ولا فين غادي الحمد لله يا ربي الحمد لله تاهلنا الربع النهائي احسن كيبو واحسن منتخب في العالم وان شاء الله لما لا نستحقوا نديوها لان اللعبه عطاو في كل مجهودهم وتقاتلوا الحمد لله على الرايه المغربيه وان شاء الله لما لا نديو هذا كاس العالم ان شاء الله ونفتخروا كاع كاع المنتخب ان شاء الله ونفرحوا كاع كاع الشعب يا ربي العالمين الحمد لله آلي المغرب آلي المغرب اسطل فينا ان شاء الله مهم الجمهور ديال المغرب وديال اسبانيا كيفاش شفتوا الريبورتاج اللي درنا اليوم ربح المغرب فرحانين بزاف وشفتوا هنا كيفاش دائما ايفنتنا عمي كيفاش نظم هنا واحد السيستم ديال لي فاميل ولكن بزاف كون كيتلاقاو كيستناو مورايا بزاف كون كيستناو كيفاش غادي يحتفلوا المغاربه هنا في اسبانيا ولكن سدناهم فمهم هنا الناس اللي كيهضروا علينا كيقولوا المغاربه غادي يهرزوا ولا ما يهرزوش شوفها كيفاش كملت السهره كيفاش سهروا كيفاش فرحوا بالحلوه بالضحكه وكل شيء دابا حنايا مع اللي داروا هذا الشيء كل شيء اللي شفتوا والباستيل وكل شيء شكون المنظمين ابنت نعومي هو اللي كيدير كل شيء وكل شيء عبد القادر والاخوان وكل شيء اللي حاضرين اولا شكرا 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 تحيه للنساء ديالنا كاملين الاطفال بيبا مارويكوس والمغرب كيفاش كتشوفوا هنا يكمل البرنامج ديالنا هما يبقاو يسهروا شفتوا كيفاش كيحتفلوا مغاربه في اسبانيا بالشطيح والحلوه والضحكه كنشكركم على المتابعه حتى الحلقه القادمه شكرا للا مولاتي من برشلونه